صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. مشاهدينا ومتابعينا سعدتم مساء ودائما نتمنى لكم الخير في الشهر الفضيل. مشاهدينا ومتابعينا اليوم راح نكون مع جولة خاصة وميدانية دائما بصحبة مين؟ اليوم راح نكون بصحبة بن فريج الوسيم. طبعا العنوان طول كرم دوار العليمة مقابل المحكمة. تعالوا معنا في جوائز وهدايا مميز اليوم مع بن فريج الوسيم. يعني أهم شيء أنا بدي أحكي لكم عن القهوة تبعته. قهوته مميزة، ولما بقول لك قهوته مميزة يعني غير، ومش تخصص قهوة بس، كمان الوسيم بن فريج الوسيم تخصصه شوكولاتة للعيد، لأفراحكم، المجففات، المكسرات، البهارات وكل أنواع الهدايا من الشوكولاتة موجودة عند بن فريج الوسيم. لا تنسوا العنوان دوار العليمي مقابل المحكمة، ولا تنسوا القهوة المميزة والمذاق الذي لا يقاوم. قهوة طبعا، شوفوا الشوكولاتات يعني عشان العيد وعشان المناسبات وهداياكم وأفراحكم، طلع الشوكولاتات العالمية، يعني شوكولاتات مميزة فقط لا تجدوها إلا فقط عند بن فريج الوسيم. طبعا دوار العليمي مقابل المحكمة، ولا تنسوا البهارات والمكسرات الطازجة يوميا من بن الفريج الوسيم، عنوان لا بديل عنه في عالم القهوة. أهم شيء كمان مشاهدينا، القهوة غير عنده، مذاقها غير، يعني روكان مع بن فريج الوسيم وقهوة بن فريج الوسيم، روكان غير. تعالوا معنا مشاهدينا متابعينا، وكمان التمور، لا تنسوا التمور بأنواعها لشهر رمضان المبارك. وزي ما حكينا لكم قهوته غير. مين هو بن فريج الوسيم؟ العنوان من كمان مذكركم كمان مرة بالعنوان، طول كرم دوار الإعلامي مقابل المحاكم. تعالوا معنا في جولة جوائز وهدايا برعاية بن فريج الوسيم، لننطلق احنا وياكم مع هذا العنوان الأبرز في طول كرم. تعالوا معنا. مشاهدينا متابعينا، تعالوا معنا في جولة خاصة وجوائز وهدايا بصحبة طبعا بن فريج الوسيم دوار الإعلامي مقابل المحكمة. اليوم جولتنا جوائز وهدايا مميزة. نشوف أول واحد أديداس معنا. مرحبا، كيف حبيبي؟ الله يخليك، انت بألف خير يا رب. صحة وسلامة، الله يخليك. احنا مع بن فريج الوسيم دوار الإعلامي مقابل المحاكم، بتجاوب على سؤال تروح تجيب جائزتك المميزة. يعني أكيد بتكون قهوة وروكان وشوكولات وشي. الله يخليك، الله يخليك. شادي جابر. من وين شادي؟ من طول كرم. أهلا وسهلا بك يا شادي. شادي جابر، ما الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تحصل عليه؟ يأخذ مني قبل أن تحصل عليه، قبل ما تأخذه، بأخذه منك قبل ما إيش تأخذه أنت؟ يمكن الفلوس. لا، أشتري منك شغلة أدفع لك حقها تعطيني إياها. لا، ما الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن الذي يؤخذ منك قبل أن تحصل عليه؟ سلامات. شيء يا جابر؟ مش عارف. ولا او عاد سهل جدا يا جابر. الله يجبر يا جابر. انت خشيت علي هيك صدفه مره؟ ما فيش احلى من الصدف هيك لما تدخل. الصدف فيش احلى من هيك. الشعر يعني لو محضرش في راسي يعني. طلع اسمع، ركز معي. طلع، ما الشيء الذي يؤخذ منك قبل ان تحصل عليه؟ خذ مني المشكله. بتعطيك جواب من راسي انه بديش يطلع غلط شوي يعني، فكر لك فيها بلكي يطلع معك صح. يا الله يا زلمتي. طيب يا زلمتي، فيش جواب عندي يا زلمتي. اسمع، انا بدي اسهل لك اياها يا زلمتي. سهلها جابر. انت شو في شيء هيك بعمل لك تشيك باخذه منك قبل ما تاخذه انت بعدين بعطوك اياه؟ شو يا اخي؟ جاوب عني واربح انت. قاعد بسهل له فيها يا زلمه. قبل شوي احصح من النويز. طيب استنى شوي. طلع استنى خليك ماشي. طبعا مش بالكاميرا هاي. يا عيني عليك، هاي قوية منك. الحمد لله، شرفي قوية. الحمد لله، الحمد لله، تم إنجاز المهمة بنجاح. طيب هاي من بن فريج الوسيم دوار الإعلامي، جائزة مرتبة، شو بتحكي لهم؟ طبعا بن الفريج ما شاء الله عنهم شيء مميز، ويسلم ايديهم ان شاء الله ربنا يوفقهم ورمضان كريم علينا وعلى الجميع يا رب. بس بدي صورة انا وياك مجانا ثاني مرة. تلفوني. شكرا لك.
سؤال، ماذا يسمى الرباط الذي يشد به السرج؟ الرباط يشد به السرج؟ شو بسميه؟ سرج الحصان أو سرج بعيد عنك الحمار أو سرج اللجام؟ شو بسميه؟ لا شطل؟ لا حبل؟ ولا حبل. شو بسميه؟ بالضبط. يلا يلا يا ليان يلا. عقال؟ لا مش عقال. لا هي زلمي وين؟ عيد السؤال مرة ثانية. ماذا يسمى الرباط الذي يشد به السرج؟ اللجام والحبل. هذا شو بنسميه؟ هذا كشاط. شو بنسميه اسم ثاني له اسم؟ كشاط سبك. شو كمان؟ حزام. 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 الحزام بسموه الحزام. الحزام. طيب هذه جائزة مقدمة من بن فريج الوسيم، دوار الإعلام من مقابل محاكم، تقدر تروح تجيبها هلا وقت ما بدك، وجائزة مميزة. بارك الله فيك، كل عام وانت بخير، والله تقبل منا ومنكم، وإن شاء الله يعني أتعم الفرحة على الجميع. آمين يا رب العالمين. بخير. وانت بخير ومرحبا. سلامي. ما الدولة الوحيدة التي لا تنكس أعلامها عند الحداد؟ يا وكعتك السوداء. شايفني درست تاريخ؟ غيره سؤال غيره. ده ظلني واقف لك يعني ظلني واقف لك طول وقت. هات خيارات. خيارات. خيارات ما في خيارات. ولا شو أعطيني خيارات؟ إيش سؤال واحد ما في خيارات. تصدق. بزق فيي كان بزق فيي. طب استنى خليك. شو؟ السعودية. هات. هاي من بن فريج الوسيم، دوار الاعلام مقابل المحكمه. شو بتحكي لهم؟ شكرا لك، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. شو يا جراد مين شي؟ قلت لك برافو عليك، الحمد لله على السلامه. طيب ما اطول رحله في التاريخ؟ الحياه. على الحياه، ما اجملها يا جماعه. صح الله، اني بحبك. وانا كمان. بس جوابك غلط. بعرف. حياك الله. احنا مع بن فريج الوسيم، دوار الاعلامي بن فريج الوسيم. حيا الله. عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذ هديتك مباشره. ابو ايش انت؟ ابو منيار. ابو منيار. منيار شو معنى منيار؟ منيار صيغه مبالغ من انارين يرفع، هو منيار. منيار يعني من الاناره. حلو. طيب سالنا قبل شوي ما هي اطول رحله في التاريخ البشريه؟ اطول رحله في تاريخ البشريه. راح يتغير السؤال. رحله الاسراء والمعراج. شو؟ رحلة الإسراء والمعراج. شفت الفنانين؟ شفت الفنانين؟ هاي من بن فريج الوسيم على دوار الإعلامي. روح تسلمها من عنده. شو بتحكي له؟ حياك الله وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. منيار اسم من إنارة. تعالوا أشكرك. عام وأنتم بخير، رمضان كريم. طيب رمضان كريم. إحنا إن شاء الله ينعاد على الجميع بخير. آمين يا رب العالمين. هلا الواحد بحب القهوة صح؟ نعم. وإحنا مع بن فريج الوسيم على دوار الإعلامي مقابل المحكمة، قهوته روكان يعني. نعم. اللي بيشربها بروح. نعم أشهد. طيب وفي عندنا كمان شغلي هلا، إذا بتجاوب على السؤال راح تأخذ هديتك ومباشرة راح تجيبها. ماشي يا سيدي؟ إن شاء الله خير. سؤال صعب ولا سهلتك إياه؟ لا سهل، ما أنت عارف على قد العمر يجي. قد العمر؟ شباب. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب اسمع. طيب من هو كافل مريم بنت عمران؟ كافل مريم بنت عمران. وهي متبكى على عمود وما قد راحتي معك. بيرح كريتا. وحياة الله. أبو إيش أنت؟ أبو محمود الغول. أبو محمود الغول. نعم. وحياة الله بجميع الأحوال، بجميع الأحوال يعني سواء جاوبت ولا ما جاوبت إيش برضو راح تربح. احتراما للشيب اللي قلت لي عنها. تسلم، الله يبارك فيك. طب بس يعني مش معناته عافيك من الإجابة. لا لا. يعني. قلت لك بيرح كريتا بس. طيب شيء. مريم بنت عمران بك يجيها زكريا. زكريا ألف ألف. أبو إيش أنت؟ أبو محمود. أبو محمود ملك، مبارح قاريها فاليوم إحنا جينا بالسؤال كمان. زكريا هاي من بن فريج الوسيم على دوار الإعلامي، بتروح تسلمها من عنده. شو بتحكي له؟ شكرا، كل عام وأنت بخير، وشكرا لبن فريج الوسيم. أيوة، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بخير ومنها للي أعلى منها.
وان شاء الله دائما رمضان كريم علينا وعليك يا رب. على الجميع. اشكرك مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا معاكم المحطه الاخيره بصحبه بن فريج الوسيم دوار العلمه مقابل المحاكم. لا تنسوا القهوه المميزه عنده، اسعاره غير، كمان المجففات، المكسرات، طمور شهر رمضان المبارك، والشوكولاتات العالميه المميزه، فقط اعتمدوا بن فريج الوسيم دوار العلمه مقابل المحاكم. اشكركم مشاهدينا ومتابعينا دائما بصحبتكم في جولاتنا الميدانيه بصحبه بن فريج الوسيم. اشكر زميلي براء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر علاني، يسعد اوقاتكم صوما مقبولا وافطارا هنيئا مع بن فريج الوسيم.